فقرتنا ضمن برنامجنا الصباحي صباحنا غير. أكيد أريج، وصلنا لفقرتنا الأخيرة واللي بتهم كتير من الصبايا. يسعى الجميع للحصول على بشرة ناعمة نضرة ملفتة للنظر، والتقشير الجيد للبشرة هو أحد العلاجات الصحية التي يمكن التمتع بها للوصول إلى نتيجة جيدة، لكن بشرط القيام بها وفق معايير صحية للبشرة. رح نتعرف عليها أكثر مع إيلين الهامس، خبيرة بالعناية البشرة. يمكن هذا موضوع بهم كثير كثير. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير إيلين، أهلا وسهلا فيك ضمن برنامجنا الصباحي. ميرسي كثير إيلين. بالبداية يعني كثير من الصبايا بيحبوا يعملوا تقشير لبشرتهم، أو هو يستخدموا هن يستخدموا بعض المواد الطبيعية لحالهم. خلينا نتعرف أكثر كيف هو التقشير بيكون. هلا التقشير هو عبارة عن إزالة طبقة سطحية من الجلد، الطبقة السطحية التالفة يلي عليها تصبغات، اللي عليها انسداد مسامات، هي هذا هو التقشير. بس التقشير تختلف نتائجه حسب عمق التقشير. في عنا تقشير سطحي، تقشير متوسط، تقشير عميق. التقشير السطحي بيرجع بيكون عن طريق كريمات حسب إرشادات طبيب لمدة معينة وفترة معينة، وهذا الطقس وفصل الشتاء هو الوقت المناسب للتقشير. لأنه أشعة الشمس ما بتكون كتير فيه قوية ومناسب، يعني هو ما لازم الواحد يطلع بيحط واقي شمسي، حتى لو قاعدة بالبيت وبيتها مشمس لازم تحط واقي شمسي إذا عم تعمل تقشير. طيب خلينا نحكي كل قديش ممكن يصير هيدا التقشير، الفترة الزمنية، لأنه حكيتي عن ثلاث مراحل للتقشير أو يمكن ثلاث حالات للتقشير، تختلف أكيد الحالة والفترة الزمنية من تقشير لتقشير. هلا نحن أغلب الأوقات بننصح إنه ينعمل التقشير بفصل الشتاء، بس في عالم بيكون عندهم مناسبات فبيحاولوا قبل المناسبة، عروس، خطيبة، بيعملوا قبل المناسبة تقشير بفترة شهر ونص لحتى تطلع ببشرة نقية ونضرة ومشرقة. كل أمتى هو يفضل؟ كل فترة، كل فصل شتاء، بس حسب الحالة. يعني في عالم بيكون بشرتهم بحاجة لتقشير مو مرة، مرتين، ثلاثة، حسب حالة كل بشرة. وفي عالم بتقول مثلا تعبان كثير وجهي، انا حابه اروح اعمل تقشير هيك حس وجهي. بعد قديش بتحس بالنتيجه فورا؟ بدها تقريبا اسبوع ليكون تجدد من بعد التقشير. لانه اول ما بتعمل تقشير حسب كمان عمق التقشير بيكون البشره حساسه وحمراء، فبدها اسبوع. لازم دائما تحط مرطبات على بشرتها ومغذيات لحتى تترمم شوي شوي. ويمكن تماما. ويمكن لين تختلف نوعية البشرة عن نوعية التقشير طبعاً. يمكن لأنه جلد الوجه هو أكثر جلد حساسية بالجسم ككل، فالبشرة البيضاء تختلف عن البشرة السمراء حتى درجة التقشير. والبشرة البيضاء مثل ما بنعرفها هي البشرة الأكثر حساسية، فهون كمان التقشير بيختلف. صح. هلا كمان فيك تقولي على البشرة الدهنية والبشرة الجافة. كمان احنا اغلى اكثر الاوقات بنقرب عليها من السمرة والبيضة، لانه الجافة بتكون حساسيتها اكثر من الدهنية. الدهنية بتكون مجمعة دهون على سطح الجلد اكثر، بتحمي البشرة من انه تتهيج او يصير احمرار هاي قوي. فحتى بعد التقشير بتلاقي اذا استخدمتي فاونديشن او كريم بيصير كثير حساس وبتحسي احيانا بحرقك، هو جدا عادي. الموضوع انه تكون البشره يعني مكشوفه. في كثير صبايا للاسف يمكن دائما بيفتحوا الانترنت وبياخذوا بعض الخلطات للتقشير بالمنزل. لازم دائما العوده لاخصائيه تجميل واخصائيه عنايه بشره بهذا الموضوع، لكن بالفعل هل بنقدر نحن نعمل تقشير لحالنا بالبيت؟ هلا لا، يفضل لا تماما. لانه ما بتعرفي يعني شو رح تكون تأثير المواد على الوجه. في كثير عالم بتحسسوا من التقشير، فمشان هيك لازم الواحد يكون معه إرشادات من أخصائية، من طبيب لفترة التقشير، وقديه لازم يكون يعني عمق التقشير. هلا التقشير المتوسط هو بيكون عن طريق أجهزة التقشير، مثل تقشير الألماسي،
تقشير الليزر الكربوني اللي هنا هلا مسمينه التقشير الهوليوودي، في كمان الكريستالي. شو الفرق بيناتهم؟ هلا كيف النتيجه بتكون؟ كلهم بتكون للطبقات المتوسطه. النتيجه بتكون انه بيروح كل شيء كلف ونمش، نمش الخفيف السطحي، التصبغات الشمس، التجاعيد الخفيفه، بيحفز الكولاجين بالبشره، بيعملها ملمس كثير ناعم وحلو، بيوحد لون البشره. يعني كثير التقشير عن طريق الاجهزه كثير حلو، بيعطي نتيجه واضحه اكثر. طيب اللي بيعاني يمكن بمرحله المراهقه كان يعاني من حب واثار الحبوب، واثار الحبوب قديش كمان التقشير بيساعد على ازالتها؟ لانه في اثار كثير بتكون صح. واحيانا بتشوفي كثير من الاشخاص في عندهم حفر صغيره، هيدا التقشير بيأثر؟ يعني بياخذوا نتيجه فعاله بنسبه قد ايه؟ بياخذوا تقريبا بنسبه 80%، وبتصير بتزيد كل ما بيعملوا تقشير. بيعملوا تقشير تمام. إلين في أضرار للتقشير ممكن إذا صار في تكرار بفترات قريبة، أو تم عن طريق يمكن مراكز ما أنا متخصصة بهذا الموضوع؟ طبعا أحيانا من بعض التقشير العميق إذا كان بإيد شخص ما أنا كفوء ودراية بالمادة اللي عم يستخدمها مثل التقشير الكيميائي وأحماض الفواكه، ممكن يسبب حرق وحرق درجة تانية يعني كتير قوي. كمان أضراره أنه إذا عملتي تقشير وحملتي حالك طلعتي بالشمس رح يكون الوضع كتير سيء، أنه حيكون في كتير تصبغات على البشرة. وهيك قلتي يمكن بفصل الشتاء هو أكثر فصل مناسب، أنسب وقت للتقشير. طيب لأن يمكن كتير من الصبايا عم نشوفهم عم يبلشوا بهي القصص والتفاصيل بعمر كتير مبكر، يعني عم نشوف صبية على 16-17 بتلاقي عم تعمل جلسات تقشير، جلسات كريستال، جلسات ألماس مثل ما قلتي. كمان هي منا مضرة للصحة فينا نقول؟ هلأ في صبايا بيصير عندهم بسن في هواس، وفي كمان بسن البلوغ بيطلع لها حب الشباب، فما بتحب انه يكون وجهها رايح على المدرسه قدام رفقاتها يكون عليه حبوب. فنحن بهذا الوضع بننصح انهم يعملوا تنظيف للبشره مع كريمات معقمه، مع كريمات مؤشره للبشره خفيفه. بس التقشير فيها الصبيه تبلش فيه من عمر ال 18، بس مو لحد الهواس انه دائما بدي بشرتي. لا لازم يكون اشراف طبيب اكيد. ايوه مو يعني فيها تعمله مره مرتين بالسنه حسب هي درجه الحساسيه اللي وصلت لبشرتها. شو بتحبي تقدمي نصائح سريعه لكل المشاهدين اللي عم تابعونا اليوم، لكل الصبايا اللي حابين تكون بشرتهم دائما نضيره؟ أنا بنصحهم إنه البشرة هي دائما واجهة الشخص، فإن كان شباب ولا بنات دائما يهتموا ببشراتهم، وبنصحهم بهالوقت إنهم يعملوا تقشير اللي بيناسب بشرتهم لحتى يستقبلوا الصيف ببشرة هيك مشرقة ونضرة وبيضة حلوة. أكيد بدنا نتشكرك إلين الهامس خبيرة بعناية البشرة على وجودك كتير معنا والمعلومات اللي قدمتيها لكل الصبايا، لأنه فعلا هيدا هاجس كل صبية اليوم تكون بشرتها نضرة وتحصل على أطلالة جميلة. شكرا كثير إليك. ميرسي كثير. شكرا كثير إليك إلين على هالمعلومات المفيدة اللي قدمتيها لصباحنا اللي بتحمل جرعة من الجمال. شكرا كثير. يعني مشاهدينا لهون مع هالجرعة الجمالية بتكون حلقات فقرات صباحنا وصلت للختام. نتمنى لكم بقية نهار يحمل كل الخير والسعادة والبركة لكم مشاهدينا، ودايما خلوا الابتسامة مفتاح كل خطوة بحياتكم. انطرونا كل يوم الساعة 9 الصباح. رحلتنا الصباحية أريج وصلت للختام. بالختام أكيد تحيتنا لرجال الحق رجال الجيش العربي السوري، الله يحميكم يا شباب. بدنا نوجه تحيتنا لكل مشاهدي الإخبارية السورية، ولاقونا يوميا بتمام الساعة 9 صباحا. إلى اللقاء. باي باي. باي باي.